بعد. صدق الله العظيم. معزيني ولم آج كنوني ايه آية جاي الإسلام في بنيان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحاج البيت من استطاع إسلام في دنيا پانچ أركان جن میں سب سے پہلا كلمة شهادت يعني اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو نماز قائم کرنا. نمبر تین زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر چار رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. نمبر پانچ حج ادا کرنا.